خلف حادث مرور وقع صباح يوم الأحد بطريق السيارة الذي يربط بين غرداية والمنيعة 11 قتيلا والعشرات من الجرحى في حصيلة أولية. الحادث الخطير وقع إثر صدام شاحنة بموكب كان في مهمة لنقل الرعايا النيجيريين إلى طمنراست، وكان من بين ضحايا الحادث 9 رعايا نيجيريين إضافة إلى جزائريين 2، هما كل من سائق الحافلة ومساعده. وجدير بالذكر أن الجزائر قد شرعت قبل أيام في نقل الرعايا النيجيريين إلى طمنراست بأقصى جنوب كأول محطة قبل ترحيلهم نحو بلادهم. راني في طمنراست وجانا خبر ماهمش 14، فما 2 جزائريين زوج سواق، كانت زوج سائق وزميل نتاعو جزائريين و9 فارقة. دابا الغلطه للشاحنه كانت جايه من الشاحنه دخلت فيهم. الحادث وقع اليوم الصباح. الامين من العام تاع الداخليه راهو متنقل لعين المكان. انا وصلت على 3 نتاع الصباح لطمنراست، مازال ما عنديش كل المعطيات. الامين العام تاع وزاره الداخليه راهو متنقل ماشي لعين المكان. خليونا شويه وقت، وقع الحادث اليوم الصباح.